بخيتي يا بخيتي، وانت موتي ولا ايه؟ ايه ايه لقيتوه؟ ايوه خد الواد حداكي. تصبح بالخير يا مجاويش. علي يا بت، علي قدامك. بس الكلام فضلون الدينار يا بت. انا مش قايل اني مفيش سفر الا باذني. احنا لا من توبك ولا من مقامك يا سيدنا، وانا قلت لك 100 مره تسيبني اروح لحالي، وانا راضيه باللي ربنا قسمهولي، حتى لو هقضي بقيه حياتي في السجن، لكن كلكم وانك تتهمني في شرفي ده كوم تاني. طب هملينا دلوقتي من كل اللي قلناه وعدناه، قولي لي الحق، انت كنت عايشه كيف بعد ما اتدليتي مصر؟ من اللي خدته منك يا سيدنا، انت ناسي انك اديتني فلوس قبل ما اسافر، وقلت لي اجري شقه بعيد عن حاره الكلاب، وده اللي انا عملته. ولو عايزني اديلك عنوان الشقه وتسال بنفسك الست صاحبه البيت اديهولك. صاحبه البيت دي شيخه في جامع اياك؟ اكيد ما تتخيلش على اللي تعرفيهم هناك. حرام عليك والله العظيم ومقام سيدنا الحسين، انا ما بكذب عليك في حرف واحد. وانا مش قادر اصدقك. فلحيني يا بت وقولي لي الحقيقه، اللي في بطنك ده واد مين؟ انطقي يا بت، واد مين؟ والله لو ما قلتيش الحقيقه رجعك الفسقيه اللي دفنتك فيها وانت حيه، بس المره دي ملكيش طلوع منيها خالص. والله العظيم ما حد لمسني غيرك. وحق ربنا لو قلتي لي الحقيقه حديكي اللي يغنيكي انت وولدك حسن واللي في بطنك ده، وحاجه تانية كمان، انا حدبر لك مكان في المركز تتداوي فيه عن الحكومه، ومحدش يقدر يوصل لك العمر كله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، وربنا المعبود والمصحف والنعمة الشريفة، ما حد لمسني غيرك. اعمل ايه بس يا ربي عشان تصدقني؟ انا ما عاوزش الا الحقيقة. وانا قلت لك الحقيقة يا سيدنا، اللي في بطني ده يبقى ابنك، وربنا شاهد وعالم، ولو مش مصدقني سيبنا امشي واروح مطرح ما جيت. وانا لا عايزة منك حماية ولا حتى تعترف باللي في بطني، بس ابوس ايدك اعتقني لوجه الله وتشكر على اللي عملته معايا انا وابني، بس لحد كده وكفاية. كفاية حرام عليك، كفاية. ماشي، يعني انت موافق؟ موافق تمام جنابك. هتشافكم ولا الدبان الازرق هيعرف طريق جتته. براوة عليكم، كلب وراح في 60 داهية. وليه؟ بقيك دي يا ست زبيدة؟ كأنك مليتي منينا. انت عرفتي انا جت؟ رخيتة قالتلي، وقالتلي كمان انك حبلة. حبل اسود انا جت يا اختي. الحديد ده انت ما عاوزاش الحبل ده؟ عايزاه، عايزاه من كل قلبي يا نجات. امال خبر يا عاد؟ شوفي يا نجات، انتي زي اختي تمام، بس اوعديني ان الكلام ده يفضل بينا. خير يا ست زبيدة؟ هو سيفادول ما عاوزش الحبل ده؟ شفت انتي قلتي ايه؟ طب ايه قولك بقى ان سيفادلون شاكك ان الواد ده يكون ابنه؟ خبريه؟ استغفر الله العظيم، تفي من خشمك. سيفادلون ما يفكرش كده واصل. فكر فكر يا نجاة فكر. سبحانك ربي، بيجي اللي تحبل تلقى الغلب ده كله، ولربنا يعطيها من خيره تتمنى الحبل وما تحبلش.
محدش عاجبه حاله. استغفري ربك يا نجات. استغفر الله العظيم. ربنا عادل، اكيد ربنا عنده حكمه في كل اللي بيحصل ده. طب تصدقي وتامني بايه؟ لا اله الا الله. انا كل اللي شفته في حياتي كوم، وشك سفضلون فيا كوم تاني. اه يا نجات، لو تعرفي، لو تعرفي النار والحرقه اللي انا فيها. انا كان عندي اهون اني اموت ولا نيش اشوف نظره الشك دي في عينين سفضلون. طب وبعدين يا ست زبيدي، هتعملي ايه دلوقك؟ العمل عمل ربنا بقى، العمل عمل ربنا. انا السهل اني بتحدث مع الصغيرين. قصدي الحكايه دي يا بخيتي ولا في الحواديت؟ كان يا هيبقى ليخ يا حلاوه يا اولاد. لا ويقولك عاد لما حلاوتهم تجيب ولادها والواد يلعب مع عمه ويرمحوا في البيت زي الاخوات. حلاوتهم تلقاها حطق دلوقتي، كانت زهيانه بروحي، كانه ما فيش مره حبلت ولا هتحبل الا هي. همليني دلوقتي اروح ابارك لابوي. خبرك مطين يا وداد، ابوك ايه اللي هتباركي له؟ اقفلي خشمك كانك ما تعرفيش واصل. سيدني كانه ما فرحانش بالحكايه دي. واه كيف ما يفرحش؟ اموت واقول لسياده دلوك وهي هتفرح لابوها قوي. قلت لك اقفلي خشمك على لسانك اللي عاوز قطعه ده. ايه؟ وفضل طول الليل ما عرفش ينام ولا ثانيه. لا لا لا. السلام عليكم يا رجاله. السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك سي جمعه؟ الحمد لله. كانك مشغول دلوك يا فندي. لا اتفضل، خير ان شاء الله. اتفضل. لا خير ان شاء الله. نظر كيف الفلاحين مرتاحين معاك، كانك واحد منيهم. الحمد لله فضل وعدل. الحمد لله، واحنا كمان ما نسينش الجميل اللي عملته معاي. بس يعني كنت عاوزك تتم صح قدام اللي هقول لك عليه. الحقيقه انا كمان ما اقدرش انسى جمال سيدنا علي. ربنا يديم المعروف بيناتنا. امين. انا كنت عاوزك في خدمه يعني كده. اتفضل امك. واد سطوحي معضري وميتي. ودي خدمه يا جماعه؟ ثانيه واحده. انت عايز تعرف ليه؟ ما قصدتش حاجه يعني. شوف يا فندي، كنت عاوزك عاد تخصب على الواد ده يروي اقل من باقي الفلاحين، وتبقى تميت جميلك لما وصلتوش ميه من اصله. ايه اللي انت بتقوله ده؟ عيل نوري جاي الربايه وما عندوش اصل، فابوه يزعلان مني. وده ما عندوش ربايه يبقى لازم يتربى. وسيدنا بعتك يعني تقول لي الكلمتين دول؟ لا يا فندي، سيدنا لما يعوز حاجه يؤمر بيها. وكنت جيت لك من اصله. انا جاي لك من باب العشم. وانا من باب العشم يا جمعه بقول لك ان ده ظلم. واكيد سيدنا مش هيرضى بالظلم ولا ايه؟ ايوه يا فندي، بس في شرع سيدنا العقاب عدل الله. واقع يا فندي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا ابو القاسم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا سطوحي؟ نحمدوه على كل حال. أمك زينة، أخواتك زينين، يحبوا على يدك. استغفر الله العظيم، احنا أخوات يا راجل، ما تقولش كده. كيف برضو؟ هي العين تعلى على الحجب؟ أنت سيدنا وواد سيدنا. ربنا يكرمك يا سطوحي، أنت الواد حلال وتستاهل كل خير وأمانة. لو نقصكم أي حاجة تاجي تقول لي. طول عمرك صاحب واجب، وخيرك مغرقني من ساسنا لراسنا. الخير ده خير ربنا يا سطوحي، وكل الناس باب. حاضر، لو عوزت حاجة أجيك طوالي. طه لما نشوف يا سطوحي. وأمانة بلغ سلامي لخالة مسعدة. يوصل. تؤمر بحاجة تاني؟ الأمر لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تقطعيش بينا كتيرك ده يا وداد، ابن توحشوكي. قولي لها والنبي يا خاله، ما عرفاش تقلان علينا ليه بالتبوي. ربنا يخليك يا خاله، وبعدين انا باجي ها كل ما ابوي وافق. الدور والباقي على سياده خايتي، كان ما هنستني واصل. طيب اروح انا اجيب الشاي واجي. ملهوش لزوم يا خاله، لسه شاربه. لا ازاي ملهوش لزوم؟ لازم تاخدي الواجب. تسلمي. ليك عندي خبر يطوش. خبر ايه ده اللي يطوش؟ هيجيلك اخو صغير. اخو صغير؟ كيف؟ زبيده مرات ابوكي حبلي. يا مري حبلي؟ اكتمي يا بس اكتمي.
حد يعرف لابوك يقطع خبرنا احنا التنين. كان نسبيدة ناوية تبقى ست البيت صح. وانا بنت زلمها يا خيتي، دي طيبة قوي. وانا قلت حاجة انتي كمان، ما انتي خلاص يا وداد لقيتي ونيس غيري. ولا كل الدنيا تاخد بقانك يا سيادة، وهاكي تقولي حاجة يا بنت وعقبالك.